للمشاهدين الكرام، في هذه اللحظات تم نقل جثمان شابة سكينة واللي قتلها وحش آدمي بطريقة بشعة بعد ما داز عليها بالسيارة ديالو. ولحدود ساعة المجرم مازال فار من العدالة، وأيضا صاحبة الشقة اللي دايرها الكراء لا زالت فارة من العدالة. الله يرحم سكينة والله يصبر الأهل ديالها. إذن نقل جثمان الشابة سكينة إلى بيت الأهل ديالها، ومن بعد غادي يديوها. إذن إن لله وإن إلى راجعون. في هذه اللحظات تم نقل جثمان الشابة سكينة. إذن إن لله وإن إلى راجعون. مشاهدينا الكرام، من قلب المستودع الأموات نقل جثمان الشابة سكينة. إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.